في هذه السورة وهي سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يوجز قصص الأنبياء. في بعض السور الله سبحانه وتعالى يفصل القصص، لكن في هذه السورة وتسمى بسورة الأنبياء الله يوجز القصص. كل قصة آيتين ثلاث آية أكثر أقل وينتهي الموضوع. بالنسبة إلى قصة لوط الله عقب القصة بقصة إبراهيم، وكنا في الليالي السابقة في قصة إبراهيم موجزا، وهذه الليلة في قصة لوط. لوط أحد أنبياء الله ومن أقرباء إبراهيم، كلاهما نبيان قبل ما يقارب 5000 سنة. لوط من أقرباء إبراهيم، وإبراهيم نبي واللوط أيضا نبي. الفرق بينهما أن إبراهيم نبي أولو العزم واللوط نبي عادي. نبي أولو العزم يعني شنو؟ الأنبياء أولو العزم 5: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أنبياء أولو العزم، يعني بعثوا إلى شرق الأرض وغربها. بقية الأنبياء أنبياء موضعيين، يعني نبي للكويت، نبي لكربلاء، نبي للنجف، هذا موضعي، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يونس نبي لموصل، في العراق منطقة تسمى بالموصل أو نينوى. يونس بعث إلى هذه القرية. الله يعبر في القرآن يقول أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 أتباع أو شوية أزيد. لوط بعث إلى جزر، إلى قرى سدوم، منطقة ما أدري أيكم ذاهبين أيكم مذاهبين، وإذا ذهبتم فمن الأفضل أن تذهبوا ذات يوم حتى تروا هذا الشيء بأم عينكم. منطقة الأردن على بحر يسمى بالبحر الميت. من عجيب هذا البحر أنه ليس فيه حي أبدا، حتى فرد دود ما في هذا البحر، البحر الميت، ويسمى بالبحر الميت لهذا السبب. ومن عجيب أمر هذا البحر أن الإنسان لا يغرق فيه، يعني أنت إذا ذهبت في هذا البحر، في بحر الكويت إذا ذهبت، في البحر الحوض الأبيض المتوسط، في بحر الهادئ، في البحر الأسود، في البحر الأحمر، أي مكان تروح تغوط في الماء. أما إذا ذهبت إلى البحر الميت، هذا البحر له أمران عجيبان. الأمر الأول العجيب، ليس فيه حي ولا أحياء ولا حياء، سمكة صغيرة ما فيها، بحر أي بالأردن، البحر الميت بين إسرائيل الحاضرة وبين الأردن. ولهذا إسرائيل مخلي مكائن تستخرج من هذا البحر المواد المعدنية. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البحر عجيبا، وأراضي هذا الأرض، هذه الأرض كلها لا تزرع. من قصة لوط 5,000 سنة، قبل 5,000 سنة الأراضي تنزرع مثل أراضي الكويت وأراضي العراق وأراضي إيران وأراضي مصر
وأراضي سوريا وكل مكان. العجيب أن أراضي هذه القطعة لا تزرع أبدا، والعجيب أن بحر هذه القطعة ليس فيه حي ولا حياة ولا أحياء. السبب أن هذا المكان كانت عليها سابع قرى، قرية قرى سدوم. هؤلاء أصحاب هذه القرى عصوا الله، أرسل الله إليهم لوطا النبي، نصحهم أرشدهم أداهم لم ينفع بهم، فقلب الله أرضهم ظهرا للبطن، يعني شال الأرض إبراهيم في قصة طويلة ولعله في الليالي المستقبلة نقول جزءا من القصة، شال جبرائيل الأرض أمرها سبحانه وتعالى وقلبها، وسميت هذه الأرض في القرآن بالمؤتفكات، مؤتفكات يعني مقلبات. إذا وصلت إلى كلمة مؤتفكات في القرآن يعني مقلبات، يعني هذه الأرض قلبت، مو بس قلبت وأمطرت عليها حجارة بأمر الله من جحيم من سجين. فهذه الأرض 5000 سنة لا تزرع، خلص احترقت. ماذا الآن يقولون في هيروشيما لما ألقوا القنبلة الذرية بعد لا تنبت إلى مدة 20 سنة 100 سنة 50 سنة؟ هذه الأرض هذا لا صارت قنابل ذرية من الله، قنابل ذرية من الله وصلت إلى الأرض في مكانين، المكان الأول هذا المكان، المكان الثاني في قصة فيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قنابل ذرية إلهية في قصتين طويلتين إن شاء الله نتعرض لهما في المستقبل. فهذه القرى قرى قوم لوط قلبت وأمطرت عليها مطرا من الحجارة، ولهذا هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا البحر أصبح غير صالح للحياة والأحياء منذ زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم، والمدة 5000 سنة. القنبلة الذرية من الممكن أن مدة تعقيمها للأرض يعني جعلها عقيما، مو تعقيم الاصطلاحي، جعلها عقيما من الممكن 100 سنة، لكن قنبلة الله الذرية، وعجيب لله قنابل ذرية. آخر مكتشفات العلم الحديث يقول، آخر المكتشفات يقول، الآن نحن ليس في صدد الاكتشافات والمكتشفات وهذه الأشياء، وإنما نذكر هذا الشيء بين قوسين فقط. يقول آخر المكتشفات أن كيلوين فقط من المادة ومضاد المادة، كيلوين كيلو غرام، يعني 1000 غرام، 1000 غرام مادة، 1000 غرام عنصر ضد المادة. الله تعالى فرد شيء جاعل في الذرة عجيبة، الذرة قسم منها النواة في الوسط، وأكو إلكترون تدور حول النواة، هذا قسم، قسم عجيب، هذا يسمى مادة، قسم عجيب يسمى ضد المادة، ضد المادة إلكترون في الوسط والنواة تدور، سامعين؟ هذا آخر مكتشفات العلم الحديث. ثم هذا الاكتشاف يقول على أنه إذا كيلو من الذرة، يعني شنو؟ من الذرة النواة في الوسط والإلكترون تدور، وكيلو ضد المادة، يعني إلكترون في الوسط والنواة تدور، إذا كيلوين من هالأشياء تصادمتا اصطداما كل الكرة الأرضية تقمع. هالكرة الكبيرة، الكرة الكبيرة
اللي نحن نعيش عليها والنبات والحيوان والإنسان ومليون ومليار ومليارات أشياء بكيلوين فقط. الله ما كلفنا هذا اكتشاف علمي حديث. الآن أكو مدارس في أمريكا يجربون على هذا الشيء، يقولون أنه لو تمكننا من زمام هذا الشيء، يعني نزمه زمام، يعني هذا من خلي ينفلت من يدنا حتى يحطم كل الكرة الأرضية، إذا تمكننا من هذا الشيء مليارات من السنوات لا نحتاج لا إلى ضوء الشمس ولا إلى النفط ولا إلى الطاقة الذرية ولا إلى أي محرر، وإنما كيلوين تمكننا من اصطدام بينهما، يعني اصطدام بين المادة وضد المادة كيلوين فقط، لا نيتروجين ولا نيترون ولا ذرة ولا إلكترون ولا النواة ولا أي من هذه المصطلحات تصل إلى جزء من مليار جزء من هذا الشيء. الله قادر كبير، هذا ما يكتبه العلم. أما ما عند الله فأعجب وأعجب وأعجب، إذا شاء الله شيئا أسهل من لمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني لو أردنا هدم كل الكون في تلمح بصرك، يعني اجمع بصرك غض بصرك وارفع بصرك، شغل هذا الوقت يحتاج، هذا ما يحتاج حتى إلى جزء من الثاني. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أنه غمض وحتى هو الأكوان تخلق أو أكوان تخلق، ما خبر نحن قدرتنا ضعيفة، أنا قدرتي ضعيفة، أنت قدرتك ضعيف، وكل إنسان قدرته ضعيفة، أما الله قدر مطلق، إنما المطلق. إن شاء الله أتكلم حول هذه المواضيع في مناسبات. كان كلامنا في قصة لوط، لوط النبي بعث إلى قرى تسمى بقرى سجوم، سبع قرى. هؤلاء القرى وقعوا في فساد، فساد شنو؟ اكتفى الأولاد والرجال بالأولاد واكتفت النساء بالنساء، النساء مكتفين بالنساء السحاق أو السحق حرام أيضا، واللواط حرام أيضا. قوم هذا النبي وهم سبعة قرى ولا نعلم عددهم ابتلوا بهذه المشكلة. هذه المشكلة كما تعلمون هي مشكلة عالمية من القديم وإلى اليوم، لكن الفرق أكو. بعض المشاكل افرضوا الكوليرا، الكوليرا كانت مشكلة صحية في العالم. هذه المشكلة هذه 70 سنة 80 سنة ما يعجب أن يذكر وما يذكر، أو الشعر يذكرون وما يذكرون، وباء كان يسمى ذاك اليوم الوباء، وكوليرا لفظ الذي وإلا هو اللفظ العربي لهذا الموضوع هو الوباء. هذا الوباء كان يجتاح البلاد، من جملة قبل 70 سنة اجتاحت موجة من الوباء الشرق الأوسط كله، أجل من الشرق الأوسط أيضا قسم من الهند وأفغان وباكستان الحالية، وذاك اليوم لا تسمى باكستان، اجتاح هذا المرض هذه البلاد. حتى في الكويت أنا سمعت من الشيبة أن كثيرا ماتوا، ما هو قلب، ما هو علاج. العثمانيين الحكومة العثمانية ذاك اليوم ما عندهم أساليب، ولهذا تحطموا وذهبوا. واجتاح هذا المرض كربلاء أيضا، ووالدي يذكر، والدي الله يرحمه وشيخ أحمد رشدي كان عندنا أيضا، كانوا يذكرون يقولون أي بيت من كربلاء فيه إما ميت أو ميتان أو ثلاثة أو أربعة، وبعض البيوت خلت من الإنسان أبدا، أقفل بابها. والشيخ جعفر أستاذنا الله يرحمه أيضا كان له ما يقارب 100 سنة من العمر، وتوفي 5 سنتين أو سنة، هذا كان يذكر
يقول الأموات كانوا من المغتسل محفوظين ويأشر إلى مكان يقول ما يقارب من هذه الإشارة ما قلنا إلى الدوار شكتر يقول أموات محفوظين ماكو أحد لا يكفنهم لا يحنفهم لا يدفنهم ولا هم يحضنهم أموات الوباء والعذاب عبارة عن أن الإنسان يستفرد يتهيأ وتمشي بطنه يوم نصف يوم ربع يوم يشرب ماء ويموت هذا يسمى كوليرا أو يسمى الوباء. ويقول ذاك الوقت الحكومة العثمانية اللي كانت مسيطرة لها 70 سنة ما عشرة كان يشيل هذه الجثث والجنازات لأن الناس يخافون كل واحد يقترب من الميت هو مبتلى بهذا المرض. يقول الناس يجيبوهم الحكومة تشيلهم إما تدفنهم جملة في الوادي يعني المقبرة 100 واحد 200 أكثر أقل يدفوهم سيارات ما كانت فيحملوهم بالعربانات مع عشرة عربيات مع عشرة أو أنهم يوتوهم يحرقوهم ميت ومسلم وطيب وكذا يودوهم يحرقوهم حرقا. هذا المرض هذا موجود في العالم كان موجودا وإلى اليوم موجود لكن الصحة العالمية جاءت ورفقت هذا الشيء يعني أنه من الممكن قبل سنتين في الكويت قالوا أصيب اثنين ثلاثة طور الصحة المحلية الصحة العالمية وراديوات وخمسة وخمسون وراك العراق يقولون ما في اثنين سبعة أربعة خمسة في جنوب العراق ما أشبه فورا يخبصون العالم الصحة العالمية الصحة المحلية كذا من هذا القبيل يخبوه خلص المشكلة موجودة. لكن فرق بين أن يجتاح الوباء البلد فيحصد الناس أو أن يجتاح الوباء بلدا فلا يتمكن أن يأخذ إلا واحد إلا اثنين. الانحرافات الأخلاقية هذا مثال مثلناه لكم الانحرافات الأخلاقية نفس الشيء دائما في العالم الشذوذ الجنسي موجود لكن فرق أكو الشذوذ الجنسي يستوعب البلد ويكتسح البلد أو لا أن الشذوذ الجنسي واحد إنسان منحرف أو اثنين أو أربعة والقانون ضدهم ويستولي عليهم ويأخذهم ويوديهم ويحاكمهم ويسجنهم. وهذا الشذوذ الجنسي كان موجودا الزنا كان موجودا في زمان اللوط هذا صار شنو وباء للبلاد كلها يعني بلاد لوط مقصود وهي قرى سدوم سبع قرى. الإسلام جاء في الحقيقة الإسلام إذا لاحظناه جعل وقاية مثل الصحة العالمية ضد الأمراض الخلقية. في الحقيقة أنا ملاحظ التشريعات الإسلامية مع قطع النظر عن أني مسلم وأني أعتقد بالإسلام لا ملاحظة ودقة ومقارنة والأمور العقلية في الموضوع الإسلام فرد شكل ملاحظ الأشياء والانحرافات عجيب غريب واقع لكن يحتاج إلى مطالعة ولكن الشباب بإمكانكم تطالعون الكتب وأوصيكم بمطالعة الكتب حتى عن اقتناع تصدقوا بالإسلام مو عن تقليد يعني قد يقول أنا أبي مسلم أنا أبي كذا أنا أمي كذا أنا كذا صح قد يكون لا عن اقتناع. هذا الحجاب الذي جعله الإسلام للمرأة في الحقيقة لاحظ علماء الاجتماع علماء النفس علماء المربوطين بالعائلة يقولون أرقام هم ما يقولون حجاب بطبيعة الحال لأن هم غربيون والغربيون لا يؤمنون بالحجاب كما أن الشرقيين لا يؤمنون بالحجاب وإنما نحن المسلمين نؤمن بالحجاب. ليكن على علم الأصدقاء أولا الحجاب موضوع إسلامي والآن مو بنا نتكلم حول الحجاب كموضوع إسلامي ولو كان هو موضوع إسلامي ومذكور في القرآن الحكيم في ثلاث آيات. الآية الأولى تقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كلمة حجاب. الآية الثانية تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار يضربوها على جيبهن حتى الأذن والرقبة والصدر
لا تظهر وليضربن يعني النساء بخمورهن على جيوبهن. أبو فريد آية أشد من هاتين الآيتين جدا آية عجيبة. الآية تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني شنو؟ يعني المرأة ما اللي شايفين ما شايفين أنا شايف هذا الشيء، لأن أنا أتبع هذه الأشياء الإسلامية تطبيقيا. قد تكون المرأة تمشي عادية متواضعة، قد تكون المرأة تمشي رجلها حيل تضرب على الأرض. الله يقول تسوي المرأة هكذا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المفسرين شكلين مفسرين هذا، يعني شنو؟ بس المفسرين يعني أنه إذا ضربت رجلها على الأرض بقوة الذهب اللاذة تراكي السوار الخلخال تتحرك تعطي حسا وتغري الشباب. ليس هناك هاي قسم المفسرين. قسم المفسرين فالتفسير أدق من هذا. التفسير الأدق شو يقول؟ يقول حتى إذا ما لابس زينة أبدا لكن لابس عباءة وتضرب رجلها على الأرض فتحدث هزة في جسمها اهتزاز، وهذا الاهتزاز تسبب تموج العباءة، وهذا التموج للعباءة يغري الشاب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن المرأة كلها زينة، المرأة من أطلال الزينة، زينة فرشية تقفلي، ولا المرأة خلقت زينة. الإمام أمير المؤمنين يقول المرأة ريحانة، فالتعبير جدا رقيق. الريحانة يعني شنو؟ يعني عطر، يعني شذا، يعني جمال، يعني روعة. المرأة ريحانة، فالمرأة كلها جمال. فهذا التفسير يقول تفسير الآية المباركة يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب رجلها على الأرض حتى يحدث رجة في جسمها واهتزازة في عباءتها وملابسها، وهذا الاهتزاز يسبب ماذا؟ يسبب الإغراء. لا، لماذا هذا الشيء؟ هذا قلنا إسلاميا ولا نريد أن نطول في الموضوع كإسلامي، لا، وإنما أنا أريد أن أقول لكم موضوع علمي، ولو الإسلام كله علم، موضوع من جهة علم النفس. اسمعوا لعلكم قليل تسمعون هذا الموضوع. موضوع علم النفس، موضوع علم التربية العائلية، موضوع علم الاجتماع حول الحجاب. الحجاب لماذا جعله الله؟ حتى إذا لا إسلام، لماذا الحجاب؟ أسباب. السبب الأول، قلت يا شباب اسمعوا، السبب الأول هذا ما يقوله علم النفس والرجل علم النفس. لاحظوا ولن أمثل لكم حتى أنتم يمكن أيضا شايفين هذا الشيء من الممكن. المرأة الزوجة تحت العباءة تسبب محبة الزوج لها أكثر بأكثر. لماذا؟ أو قاعدة في علم النفس، الإنسان حريص على ما منع. حديقة الحيوانات رحيم تروح بلهفة ترى الأسد والنمر والزرافة والفيل، يوم الثاني يروح، يوم الثالث يروح، يوم الرابع يروح، يوم الخامس يروح، هذا تمشي عادي عادي خلاص. حتى إذا قيل لك تعال نروح إلى حديقة الحيوانات قل روح، أنا شايف حديقة الحيوانات. هذا ما يؤيده علم النفس وله قاعدة. الآن نريد نبين كل القاعدة، نريد نبين محل الشاهد. جربوا هذا الشيء في الاجتماع انتو واجتماع امامكم. المرأة ذات الحجاب اقرب الى قلب الزوج من المرأة بلا عباءة. شيء واضح، لان المرأة بلا عباءة الزوج يراها من الرأس الى الرجل يوميا 100 مرة،
ثم تقى فيها يغراء، رأى الشعر ولا رأى الرقبة، ورأى اليد ورأى الساقين الظاهرتين، ما فيها يغراء. لذا جرب هذا الشيء، أن جرب هذا الشيء، لأن أنا كنت ألاحظ هذه الأشياء. كنا في العراق نروح للأرياف، أرياف العراق كثيرة، وإحنا يدعون نروح إلى الأرياف، وأحيانا نبدأ في الأرياف ونشوف هذا الشيء بعيوننا، وإنتوا أمامكم التجربة، جربوا غير علم النفس اللي يقوله. المرأة الفلاحة كثيرا ما كنا نراها نحن، المرأة الفلاحة، المرأة الفلاحة تعلمون أن ثوب هبل موضة أبدا أولا، ثم بلا تزويق ثانيا، ثم بلا ذهب وما أشبه، لأن فقيرة الفلاحة غالبا فقراء، وأرياف غالبا فقراء، بلا ذهب وهذه الأشياء غالبا ثلاثة. الشيء الرابع مو تسريحة ولا عطر، وإنما مرأة عادية خمار وعباءة، ومن الصبح لليل في المزرعة تزرع وتطحن وتخبز وتغسل وتكنس وترضع وكل شيء. المرأة إغراء، لكن المرأة التي رؤيت من الرأس إلى الرجل ما فيها إغراء خلاص. رآها ورآها حتى في الإسلام، من مو لطيف أنا أبين هذه المسائل، لكن هي مسائل شرعية وموجودة، من الرسول قالها وإلى الإمام الصادق وإلى الإمام المهدي وفي كل كتب الفقهاء الموجود. من المكروه الأكيد شرعا أن الزوج والزوجة يذهبان في الغرفة وكلاهما عاريين، هذا مكروه شرعا أكيدا، لأن ما يبقى محل إغراء الزوج، خلص إغراء الزوج. لذا إذا ذهبتم إلى الأرياف جائز شرعا، عاريتين جائز، لكن مكروه كراهة أكيدة، سبب هو هذا الموضوع، وهذا يحقق في علم النفس أيضا، لأن الجسم تحت الملابس وتحت العباءة وتحت الحجاب مغري، إذا مو تحت الملابس وتحت العباءة مو مغري بعد، من الممكن فرد شهر في أول الزواج، فرد شهر شهرين ست أشهر مغري، لكن الإبراء يخلص، والإسلام يريد هذول 50 سنة يكون معا، مو في 10 أيام وعشرين يوم وثلاثين يوم. لذا في علم النفس يقولون أن إغراء المرأة في عدم ظهورها، الريفيون هكذا، نساء تذكرون يا شيوخ يا كبار، تذكرون أن أبونا يتزوج أم ويعيشان 70 سنة حتى ما يجيبون اسم الطلاق، اسألوا من الكبار اسم الطلاق ما يجيبون، و70 سنة يعيش، لأن الإغراء موجود، إغراء اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد إغراء موجود، فما هو داعي للطلاق. أول، بقاء المحبة الزوجية سبب الحجاب الذي فرضه الإسلام، وهذا ما يقوله علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية العائلية، ثم بقاء الإغراء بالملابس وما أشبه. هذا النكسي اللي الآن صدر، ما أدري بعضكم قرأتم في الجرائد والمجلات أو ما قرأتم، النكسي سبقا كانوا يسوون من الجوب طويل، يعني قصير، لباس طوب قصير، الآن فاتح شنو موضة جديدة، يعني موضة جديدة مال سنتين 3 سنوات، نكسي. يقولون علماء النفس هم الذين فرضوا النكسي، بس يقولون علماء التجارة هم الذين فرضوا النكسي، قالوا الآن هذا من الجوب مترين وهذا ما يباع للتجارة والاقتصاد، بس يقولون لا، علماء النفس فرضوا، راوا الأزواج ما يروحون عند زوجاتهم خلاص، لأن ما فيها إغراء حتى يروح، لهذا فرضوا المكسي ثوب لهنا ولهنا ولهنا وثلاث شهم على الرأس حتى يبقى الإغراء. هذا هو الإسلام الذي أمره الإسلام، والحجاب الذي أمره الإسلام، لكن في صورة غير صورة. أول، محبة الزوج. الشيء الثاني، هدم العوائل. هدم العوائل يعني شنو؟ يعني انتم تعلمون ان النساء اجمل من زوجتي موجود ومن زوجتك، زوجاتنا بال150 جمال، بال160 جمال، بال170 جمال، بال140 جمال، يجب ان نوضح هذا الشيء واقع.
أما إذا شفت فرد بنت أجمل من زوجتي بطبيعة الحال أطلق زوجتي وأتزوج زوجة ثانية. والآن هالطلاق الكثير حتى في أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا، دي المسألة كان يحرم الطلاق، الآن أباح الطلاق. لماذا؟ اشتريت في مكان عن 7 ملايين طلب طلاق في أمريكا، 7 ملايين طلب طلاق. لماذا هذا الشيء؟ لأن يطلب هذه المرأة المسكينة التي عاش معها وثم يطلقها، يتخفر البنت أجمل، أن شاف بنت أجمل بالسينما، شاف بنت أجمل بالجامعة، شاف بنت أجمل بالشارع، شاف بالسوق، شاف سكرتيرة ما أشبه. هذا هو العائلة، لا أكثر ولا أقل من هذا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الخيانات الزوجية. خيانة زوجية يعني شنو؟ يعني أنه البنت اللي طالعة هكذا والولد وكل الأولاد، كل الأولاد يعني ملائكة، هذا بالمطلوب هذا الشيء. فشنو يقع؟ يقع خيانات زوجية، ونتيجة الخيانات الزوجية انفصام العائلة والطلاق. وعندي كل الشواهد من نفس جرائد الكويت ومجلات بومارك أبينها. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، سابقا اسألوا من الكبار، أي بنت لا تبقى في البيت؟ أي بنت؟ إذا بنت تبقى في البيت هذا كان عجيب. الآن 150% من البنات بقيات في البيت ومظلومات. شنو السبب؟ لأنه رأى الولد هذه جميلة فأخذها، وأخواتها عاديات ما أخذوها. والله أنت تذهب إلى السوق تشوف فاكهة جميلة زينة وفاكهة عادية، أيهما تأخذ؟ الفاكهة الجميلة تأخذ. سابقا حجاب كان الأولاد ما يشوفون البنات، فكل واحد بنت عمه بنت خاله ما أشبه وانتهى كل شيء. أما الآن جميل، الآن كلكم تعلمون هذا الشيء اللي أقوله. الآن يقول البنت الأولى جميلة أخذوها، الثانية عادية لتأخذوها، الثانية جميلة أخذوها، الثالثة لا ما أريدها مو جميلة. وبالبنات إيش كثر جميلات أكو؟ 120% جميلات حسب الإحصاء، إحصاء أكو ما يقارب البنات الفتيات 20 منهم جميلات، 80 منهم عاديات. يعني شنو؟ يعني البنت الأولى والثانية والثالثة بقوا في البيت، البنت الرابعة صار لها خافضا. ألم يكن من مصلحة الزوجين، من مصلحة الاجتماع، أن الإسلام قال بالحجاب؟ من مصلحة الزوجين نفسهم. فرد مرة قرأت قضية جدا عجيبة في مجلة قبل 20 سنة، ولعلكم قرأتم ما قرأتم، لأن مو مجلة كويتية، مجلة غير بلاد. أقول لكم القصة. تقول القصة أن فتاة حبلت زين، الأهل ظنوا أنها غازات، ودوها إلى الطبيب، الطبيب فحص قال لها حبل، وين أنت حبلتي؟ وشو هالقصة؟ قالت حبلني ميكائيل ملائكة الله. فإن حبل إنسان مرأة الله تعالى له أربع ملائكة لعلم الشباب، جبرائيل للوحي، إزرائيل للموت، ميكائيل للأرزاق، إسرافيل للدنيا كلها، هاي أربع ملائكة. الفتاة أصرت، اسمعوا يا شباب، الفتاة أصرت على أن ميكائيل حبلت. مين قال ملائكة الله يحب الإنسان؟ قال أصرف على الموضوع. بعد التهديد والإرهاب والإرعاب كانت شيء طبيعي هذا، لأن مريم أيضا جبرائيل حب لها في القرآن أبو. فتمثل لها بشرا مريم الصديقة وأم عيسى راحت، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لعلمكم بين قوسين جبرائيل ما عنده شهوة، كل الملائكة ما عندهم شهوة. الله قال بإمكانه أن يعطي لمريم ولد
بلا جبرائيل. فتاة تقول إن ميكائيل حبلني. ميكائيل حبل الواحد. ومثل مريم هذا. مريم جبرائيل حبلها، أنا ميكائيل حبلني. بعد التحقيق والتصديق تبين أن عطار رأس السوم الشار هو المحبب. فطار وجهة طالعة والإيدين وتروح تشتري من البقال أو العطار في تلك البلاد تسمى عطار وتسمى بقال، هنا يسمون بقال. هو ذات ولد شاب أيضا، فالشاعر يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فخطاب. خيانات الزوجية التي نقولها قضية واقعية. أنا رأيت قصة بنفسي في كربلاء واقع. كان جيراننا فرد مرأة زينة وعندها زوج، أنا شفت القصة، ومن الزوج أولاد، أربع أولاد بني معي، لكن الفتاة جميلة وصغيرة والزوج كبير السن بالنسبة، يعني الفتاة 20 سنة الزوج 35 سنة. كان عندنا في نفس المنطقة فرد رجل كاسب، ما أريد أقول مهنته حتى إذا فرد واحد أكو هنا ليه يتبادى إلى ذهن ذاك كربلائي. كاسب كان هناك، هذا الكاسب قال لهذه الفتاة الزوجة أم أربعة أولاد، أنت شنو زوجة هذا الشاير 35 سنة عمره وأنت عمرك 20 سنة في عمر المرور، شنو؟ في عقد صار هذا القصة في عقد، والكاسب في رأس شارع. أخذ تغري الفتاة، الفتاة هم تغرى هذا لا شك فيه، أنت جميلة أنت شابة أنت أول عمرك وهذا رجل كبير وكذا. أجبرت الزوجة الزوج ذو أربع أولاد على الطلاق لتتزوج بمن؟ بهذا الشاب الكاذب. هذا يعني طبيعي، من الطبيعي أن إذا كانت مكشفة وشوية مثقلة هذه في طبيعة. فإذا الإسلام قال بالحجاب لمصلحة النساء ولمصلحة الرجال أيضا، والإسلام قلنا مثل الصحة، الصحة قوية حتى تخلق الكوليرا. فالقصة أخرى أقول لكم وأوجه المرحلة. إذا ممكن تقولون هذا يمكن فرد شاب مزين أو ما أشبه، لكن القصة لعلكم سامعيها هذه مذكورة في الكتب. واحد من بني إسرائيل عابد زاهد كبير. هذا العابد الزاهد الكبير عبد الله وعبد الله وعبد الله حتى صار مستجاب الدعاء، يا الله اعمل كذا الله يعمل، والله ما ينخدع. يعني هذا حقيقة صحيح. إخوان أربعة عندهم أخت خرساء جميلة، جاءوا بها إلى العابد ليدعو الله في فك لسانها بالليل. العابد في الصومعة الباب مسدود، خلوا الفتاة هناك. الصبح عابد وزاهد ومصلي وصائم توجه إلى الشارع، وإذا يرى في الشارع ماذا؟ فرد فتاة بارعة الجمال. شيطان موجود، ولو عابد ولو زاهد، لكن شيطان محمد عليه لاي في القوة. وهذا العابد المسكين فرد إنسان جديد في الرياضة والقوة. الشيطان وغلب على العابد، والعياذ بالله زنى بالفتاة. بعد الزنا خاف أن الإخوة يأتون ويفتضح، قال أحسن شيء أقتلها، والعياذ بالله قتلها دفنها. العابد تعرف الدفن،
يعرف الدفن، يعرف القتل، يعرف الزنا، لكن إغراء الجمال أغراءه وإغراء المكشفة. دفن عليك ويجي ونقط له مات. شو بتدري؟ مات يعني. خلينا هنا بس عشان دوروا منا وإذا التراب فرد مكان مبعثر القبر متبين وصل هذا العابد ومو متخنل سرع القبر نبشوا المكان وإذا بالجثة طلعت مقتولة. إيه؟ شو مقتولة؟ ودوها يوم الأطباء لك اليوم الطب العادي ماكو بطبيعة الحال لكن الأوابل كنا فحصوا عنها وإذا بها أيضا مزني بها لأنها بك كانت مزني بها. أخذوا العابد لازم تقول تحت الله اعترف حكمه شنو الشن مشنقه يعني. جابوها للمشنقه الشيطان تمثل له قال يا عابد اني اوصلتك الى هذه الحاله قال اتمكن من نجاتك شنو اصنع قال اسجدني اتمكن من نجاتك قال ما اتمكن من السجد وانا على المشنقه قال اسجدني بعينك هذا هو ايماء فسجد بعينه وكفر بالله ومات وهو عابد مستجاب الدعاء. عابد شنو؟ عابد برصيصة. في كتب التواريخ هذه القصة مذكورة وقصة حقيقية. لذا من الضروري علينا في الحقيقة أن بالإغراءات الشرقية والغربية لا نهدم عوائلنا. بالإغراءات الشرقية والغربية ننفصل بين الزوج والزوجة. في كربلاء كثير من الزوجات كانوا يأتون عندي لأن نحن في كربلاء كنا مربوطين قضايا الطلاق والنكاح بكثرة يقول عشان الزوج ما يجي عندي لأن مكتفي في الخارج ينظر ويسمع ويصافح ويلمس ويروح في السينما وما يجي عندي خلاص يا أمان الله. فإذا أردنا بقاء عفتنا وبقاء بيوتنا وعدم الخيانات العائلية نقول خيانة عائلية واحد صحيح لعله في مدينة مليون خيانة عائلية واحد لكن هذا الواحد مثلا هو مثل الكوليرا الذي يجب نوقفه وعلى هذا المعدل فعلينا أن نطيع أمر الله والإسلام بالاحتجاب الشرعي لا أقل. الإسلام حرم على هذا الشيء وفي قصة لوط عليه الصلاة والسلام الله أرسله إليهم حتى يمنعهم عن الانحراف فما قبلوا كلامه. الله ينقل القصة في هذه الآية التي تلوناها يقول في الآية ولوطا آتيناه حكما وعلما هم كان حاكم هم كان عالم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله ليس يقول القرية كانوا يعملون الخبائث يعملون أشياء مزينة وقلنا شذوذ الجنس بين الرجال والمساحقة عند النساء وكلاهما محرمات من أشد المحرمات. من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. هذول كانوا قوم سوء وفاسقين فدمرهم الله ودمر بلادهم. وفي آيات أخرى الله يقول إلى هسه نحن جعلناهم عبرة. في آية أخرى الله يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل لأن كل إنسان اللي يسافر إلى الأردن من الحجاز يمر على بلادهم وكل إنسان اللي من الأردن يروح من الحجاز يشوف بلادهم وبلادهم لا طير لا زرع لا ماء لا عين قنابل ذرية إلهية وبحرهم حتى جميع حيوانات البحر ماتوا من ذلك اليوم إلى اليوم كما قلنا. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.